السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، تعالوا النهاردة مع درس مهم جدا اللي هو اسمه Active and A and Passive، معلوم ومجهول. يعني إيه معلوم؟ المعلوم يعني الجملة تبدأ بالفاعل، والمجهول يعني الجملة تبدأ بالمفعول به. فلما نقول إن مستر أيمن explained the lesson دي معلوم، لأن بنقول مستر أيمن شرح الدرس. ولما نقول the lesson was explained by Mr. أيمن، يبقى هنا الجملة هنا مجهول. مجهول ليه؟ عشان بدأت بالمفعول به. تعال كده بص معايا، المجهول هي أن تبدأ الجملة بالمفعول به. بص عليك أهو، the lesson الدرس is studied by علي، the letter is being written now، the letter الدرس يذاكر، وهنا الخطاب بيكتب. ها، the plants in the field are looked after، وتعيدك by A. طبعا يا جماعه by هنا بيجي بعدها ضمير مفعول زي واحد من دهم اللي هم مي وهم وهير وات واس وزم ويو، وبالتالي مي هتكون صح وهم هتكون برضو ايه صح. طب يا مستر انا عايزك تديني علامه كده معينه، اول ما نشوفها نعرف ان الفعل ده هو مبني للمجهول. بص يا حبيب، لو لقيت فيرب تو بي وبعدين الباست بارتيسيبل، لو لقيت فيرب تو بي وبعدين الباست بارتيسيبل، يعني ايه فيرب تو بي يا مستر؟ فيرب تو بي يعني الاقي ام او اس او ار او واس او وير او بي او بينج او بين. لقيت واحده من دول وبعدها الباست بارتيسيبل، يبقى ده ايه يا جماعه؟ يبقى ده مجهول. يعني هنا مثلا حضرتك ده هو كده مجهول. مجهول ليه؟ عشان ادي اس اهي وادي تصرف تلك الفعل، ودي برضو مجهول. ليه يا مستر؟ عشان خاطر عندنا اس بينج والباست بارتيسيبل تصرف تلك الفعل، ودي برضه مجهول. ليه؟ عشان خاطر عندنا فيرب تو بي والباست ايه؟ والباست بارتيسيبل هو التصريف الثالث للايه؟ التصريف الثالث للفعل. خليك معايا، بص كده. يبقى الركنين الاساسيين هما مين؟ هو وجود فيرب تو بي والتصريف الثالث للايه؟ والتصريف الثالث للفعل. هنا مثلا يا جماعه نقول في المثال ده، اي سبيس واز بانشد، اي واز بانشد دي مجهول. بنقول عوقبت فور بينج ليت فور سكول، عوقبت لكوني كنت متاخرا عن المدرسه، انا اتعاقبت ما ذكرتش مين اللي عاقبني، فهنا هنبدا نقول ايه يا جماعه؟ اي واز بانشد. طب واحد يقول لي يا مستر والله التصريف الثالث الفعل ده احنا عارفين انه بنعمل باضافه اي دي للافعال المنتظمه، اما الافعال الشاذه بنحفظها. نقول الله ينور عليك. فيقول لي طب يا مستر بالنسبه للفيرب تو بي انا هنعرفه ازاي؟ هنقول لك اعرفه على حسب زمنه. يعني ايه يا مستر برضو على حسب زمنه؟ يعني حضرتك لما نقول لك مثلا ان المضارع البسيط من فيرب تو بي، هتقول لي ام او اذ او ار، نقول له ام او اذ او ار والتصريف الثالث، يبقى ده المضارع البسيط في المجهول. تمام؟ نقول له فيرب تو بي، فيرب تو بي في الماضي ايه؟ يقول لي واز او وير، نقول له الله ينور عليك. في المجهول بقى هيبقى واز او وير والتصريف الثالث الفعل. المضارع المستمر اللي هو بيتكون من ام او اذ او ار والفيرب مضاف له اي ان جي، يبقى في المجهول هيبقى ايه؟ ام او اذ او ار والفيرب اللي هو بي ونحط له اي ان جي، يبقى بينج والتصريف الثالث للفعل. الماضي المستمر بيتكون من ايه؟ من واز او وير والفعل مضاف له اي ان جي. في المجهول هيبقى واز او وير ونروح حاطط بينج والتصريف الثالث للفعل. المضارع التام هو ايه؟ هو هاف او هاز والتصريف الثالث للفعل. ففي المجهول هيبقى ايه؟ هاف او هاز بين، ها؟ والتصريف الثالث للفعل، لان التصريف الثالث من بي هو بين. الله ينور عليك. طب الافعال الناقصه وتو بمعنى ان او لكي، يا مستر بيجي بعدهم الفعل في المصدر. تمام، حتى هنا برضه حط بعد تو بمعنى ان او لكي بي، والافعال الناقصه حط بعديها بي ثم التصريف الثالث للفعل. خلاص يا جماعه، يبقى تعالى كده برضه مع بعضنا اهو، بنقول ايه يا حبايب اهو؟ كيف يتكون فيرب تو بي؟ على حسب زمن. بص كده بقى، تعالى كده نعمل لك يا راجل كده عمليه ريفريشمنت، واخد بالك على ايه؟ على الازمنه بصفه عامه، واخد بال سيادتك؟ تعالى كده معايا. اول زمن عندنا يا شباب اللي هو زمن المضارع البسيط، فاكرين الاستخدام الاساسي بتاعه ايه؟ المضارع البسيط يا مستر كان بيستخدم مع الحقائق والعادات. الحقائق زي لما نقول الشمس بتشرق من الشرق، ذا sun rises in the east، او العادات لما نقول زي مستر ايمن always gets up early. للعادات والحقائق مع المضارع البسيط. طب المضارع البسيط ده في المعلوم هو ايه؟ هو مصدر الفعل مع اي وي وزي ويو الاسم الجمع، والمصدر مضافا له اس مع هي وشي وات والاسم المفرد. وعند النفي يا مستر نستخدم دونت بعد الفعل الجمع، ونستخدم دازنت بعد الفعل المفرد. تاني، عند النفي نستخدم دونت بعد الفعل الجمع،
و doesn't بعد الفعل المفرد، فنقول علي doesn't write a letter. بص حبيب اهو عند السؤال نبدأ بدو ثم فعل جمع، او does ثم فعل مفرد. تاني عند السؤال نبدأ بدو ثم فعل جمع، وداز ثم فعل ايه؟ ثم فعل مفرد. يبقى تاني كده المضارع البسيط في المعلوم هو مصدر الفعل مع اي وي وزي ويو والاسم الجمع، والمصدر مضافا له اس مع هي وشي وات والاسم المفرد، وفي النفي نحط دونت بعد الفعل الجمع ودازنت بعد الفعل المفرد، وفي السؤال نسأل بدو فاعل جمع زائد المصدر، او داز فاعل مفرد زائد الايه؟ زائد المصدر. تعالى كده يا جماعه في المجهول، الماضي البسيط ده في المجهول ايه؟ زي ما قلت لحضرتك اهو، هيبقى ام مفعول وبعدين ام او اس او ار، والبسط بارتيسيب اللي هو تصرف ثلاث الفعل. طب لما نيجي ننفيه، طب ما سهله، هنحط نوت بعد ام او اذا وايه او ار، هنحط نوت بعد ام او اذا وايه او ار. طب والسؤال؟ بص بقى لما نيجي في السؤال هنجيب ار مفعول جمع ثم تصرف ثلاث الفعل، او اس مفعول مفرد ثم تصرف ثلاث الفعل. خلي بالك من الكلام ده، أشهر كلمات دالة على الـ على الـ على المضارع البسيط هي كلمة دائما always، عادة usually، أحيانا sometimes، أبدا never، والظروف الزمنية زي كل يوم every day every week، في الصباح in the morning، وظهرا at noon. ماشي يا حبيبي، تعال نخش على اللي بعده. بص يا حبيبي، الماضي البسيط، الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل بإضافة إيدي للأفعال المنتظمة، أما الأفعال الشاذة تحفظ كما هي. الماضي البسيط اللي هو بيعبر عن فعل بدأ وانتهى في زمن الماضي. الماضي البسيط ده لما نيجي ننفيه هنجيب didn't زاد المصدر بعد الفاعل، والسؤال هنسأل بديد الفاعل زاد المصدر، وفي المجهول زي ما قلت لك مفعول was أو were والباست participle، ولما ننفيه هنحط نوت بعد واس او وير، ولما نيجي نكمل سؤال نكون سؤال هنجيب واس مفعول مفرد والتصريف الثالث، او هنجيب وير مفعول جمع ثم التصريف الثالث الفعل. طب اشهر كلمات داله على الباست سيمبل، بالامس يسترداي، والماضي لاست، ومنذ اجو، وذات مره وانس، وذات يوم وان داي، وفي الماضي ان ذا باست، ومنذ متى هاو لونج اجو. تعالوا معانا نشوفه سوا كده اهو. بص يا حبايبي اهو، الباست سيمبل هو زمن الماضي البسيط اهو، الماضي البسيط اللي بيعبر عن ايه؟ بيعبر يا مستر عن فعل بدأ وانتهى في زمن الماضي. ايه هو يا جماعه الماضي البسيط في المعلوم؟ التصريف الثاني للفعل باضافه اي دي للافعال المنتظمه، اما الافعال الشاذه يا مستر نحفظها زي ما هي. طب في المجهول مفعول واس او وير وتصرف ثلاث الفعل، وعند النفي نضع نوت بعد واس او وير، وعند السؤال نبدا بايه؟ بوير ثم مفعول جمع، أو was ثم مفعول مفرد ثم تصرف الثالث الفعل، فنقول a letter was written، a letter was written. وأشهر كلمات دل عليه زي ما قلت لك أمس، yesterday، الماضي last، منذ ago، ذات مرة once، ذات يوم one day، وإن زائد مدة فين؟ وإن زائد مدة في الماضي. تعال بقى يا جماعة الزمن اللي بعد كده اللي هو إيه؟ المضارع المستمر. المضارع المستمر ده اللي هو في المعلوم بيتكون من فاعل وبعدين ام او اس او ار والفيرب مضاف له اي ان جي، وفي المجهول من مفعول وبعدين ام او اس او ار وبينج وتصريف ثالث الفاعل. ما تنساش ان المضارع المستمر ده هو الاستخدام الاساسي بتاعه انه فعل بيحدث الان اثناء الكلام. طب اشهر كلمات داله عليه اللي هي زي الان ناو، وانظر لوك، ونقول في هذه اللحظة at the moment، في الحاضر at the present، ما زال still، احترس take care، وكن حريصا be careful. تعالى معنا كده على سمارت بورد اهو، المضارع المستمر اهو يعبر عن ايه؟ عن فعل يا جماعة يحدث الآن وقت الكلام، يحدث الآن وقت الكلام. المضارع المستمر ده هو في المعلوم من فاعل أم أو إذا أو آر والفيرب مضاف له ING، فنقول علي is writing a letter. طب في المجهول مفعول am او is او are being وتصرف ثلاث الفعل، فنقول a letter is being written. طب الكلمات الدالة عليه، بص كده الان now، انظر look، استمع listen، في هذه اللحظة at the moment، في الحاضر at present، ما زال still، احترس take care.
كن حريصا بي كيرفول. طيب نخش على الزمن اللي بعد كده اللي هو زمن الماضي المستمر. الماضي المستمر يا جماعة اللي هو بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن ماضي بسيط يقطع استمرار ماضي مستمر، او ماضي مستمر يحدث في وقت ماضي مستمر دون ان يقطع احدهما الاخر. الماضي المستمر بتكون من فاعل واس او وير والفعل مضاف له اي ان جي، وفي المجهول من مفعول واس او وير بينج وتصرف تالت الفاعل. اشهر كلمات دل عليه عندما وين، بينما وايل، او اس او جاست اس، وعند اون واثناء او خلال ديورينج. تعالى مع بعض نشوف اهو، بص كده الماضي المستمر يعبر الماضي المستمر عن ايه يا جماعه؟ عن ماضي بسيط يقطع استمرار ماضي مستمر، او ماضي مستمر يحدث في نفس وقت ماضي مستمر، في المجهول من فاعل واز او وير والفعل مضاف له ان جي. نقول ان علي واز رايتنج ا ليتر. طب في المجهول مفعول واز او وير بينج والباست بارتيسيبل، فنقول ا ليتر واز بينج ريتن. طب الكلمات الداله عليه بص كده، عندما وين، بينما يعني وايل، او اس او جاست اس، او تلاقي كلمه ات او اون وبعدين وقت محدد في الماضي، او تلاقي ات او اون زائد وقت محدد في الماضي، او يسترداي زائد مده فين، زائد مده في الماضي. طيب عايز اقول لك على شويه معلومات كده قبل بقى ما نطبق لك، لان الكلام ياما كده ما ينفعش، لازم نطبق. بص يا سيدي الفاضل، اي زمن بيحتوي على فعل مساعد او ناقص سواء في المعلوم او في المجهول، لما تيجي يتم فيه تحط نط بعد الفعل المساعد او الناقص. يعني مثلا حضرتك المضارع المستمر بيتكون من ام او از او ار والفعل مضاف له ان جي، لما نيجي ننفيه هنحط نط بعد ام او از او ار. طيب مثلا لو انا هنكون سؤال نفس القصه، هنقدم ام او از او ار على الفاعل. يبقى بص القاعده بتقول ايه يا جماعه؟ بيقول والله يا مستر الازمنه التي تحتوي على فعل مساعد او ناقص ننفيها بوضع نط بعد الفعل المساعد او الناقص سواء في المعلوم او في المجهول، والازمنه برضه التي تحتوي على فعل مساعد او ناقص عند السؤال نقدمه على الفاعل سواء في المعلوم او المجهول. لكن نخلي بالنا يا جماعه في الماضي البسيط مثلا وفي المضارع البسيط، في الماضي البسيط بنستخدم ديت عند السؤال وديت انت في النفي، والمضارع البسيط زي ما قلت لكم من شويه قلت لك مع الفعل الجامع في النفي بنستخدم دونت، ومع الفعل المفرد بنستخدم دازنت. طب تعالى بقى عشان تظبط الدنيا، لان الدنيا ما بتنظبطش معانا الا بالتمرينات والاسئله، وصراحه يعني فريق الاعداد يعني عامل مجهود جبار في هذا الامر. بص كده افري داي، عرفت ان دي مضارع بسيط، من افري داي كلمه داله. ماي سان از بيست تو سكول، يعني ابني الى المدرسه. ان هاز انكلز كار، يعني في عربيه عمه. بص انا كده هنقول ايه؟ كل يوم ابني ياخذ الى المدرسه ولا يؤخذ الى المدرسه؟ لا طبعا يؤخذ الى المدرسه، وبالتالي هنقول ايه يا جماعه؟ از تيكن اللي هي رقم دي. نمبر 2 كول يور براذر فروم هيز روم، يعني نادي على اخوك من الحجره بتاعته. از ذا تيبل از بيس فور لانش، والله يا جماعه انا ساعه ما بنشوف فعل امر اهو كول اهو فعل امر، ساعة ما بنلاقي فعل امر زي دوت يا جماعه بنقول ايه؟ على طول بنقول لنفسي ان انا هناخد مضارع مستمر. ليه يا مستر؟ لانه فعل يحدث الان اثناء الكلام. بنقول لك نادي على اخوك لان الترابيزه ها تعد، مش هتعد للغداء، يبقى تعد الان اثناء الكلام. طب المضارع المستمر في المجهول بيتكون من ايه؟ ربنا يفتح عليك، بيتكون من مفعول ان او از او ار بينج وصرف تلات الفعل، وبالتالي هناخد از بينج 6. نمبر 3 سبيس انف ماني فور يور ورك، يعني هل انت بتعطي مالا كافيا لشغلك؟ لا طبعا. هل تعطى، لان انت مش تحديد يعني تشتغل تدفع، لا، هل تعطى مالا كافيا لعملك؟ يبقى هل تعطى يا جماعه يبقى هنا ايه؟ انا هنستخدم مضارع بسيط بس في المجهول. في المجهول في المضارع البسيط لما نيجي نكون سؤال قلت لك بتبدا باز مفعول مفرد وبعدين الباست بارتيسيبل، او ار مفعول جمع ثم الباست بارتيسيبل، وبالتالي هناخد ار يو جيفن. نمبر 4 وات از بيس ات هام ات هوم ناو، يعني ماذا يحدث في البيت الان؟ ماذا يحدث؟ يبقى هنا يا جماعه، يبقى هنا يا مستر معلوم، انا مش هنقول ماذا يحدث او لا ماذا يحدث، ايه ده؟ ماذا يحدث؟ يبقى هنقول وات از هابينينج،
يعني ماذا يحدث، وخدت الجملة في المضارع المستمر عشان في كلمة دالة على المضارع المستمر اللي هي كلمة A اللي هي كلمة now. Number five, the shop at nine every morning. نقول المحل بيفتح الساعة 9 كل صباح. واحد هيقول لي يا مستر ما ينفعش نقول له يفتح. يا حبيبي بص انا عايز ادالك قاعدة كده امشي بيها، امشي بيها الله يكرمك. انت حضرتك لما تلاقي فاعل الجملة، بص كده فاعل مفرد، بس مش مفرد وبس، غير عاقل، فعل مفرد غير ايه؟ عاقل، مش كده وبس، واداني وقت محدث لحدوث الفعل، نفتكر ساعتها ان انا هناخد مضارع بسيط مع كل ما له تايم تيبل، كل اللي له جدول مواعيد بناخده في ايه؟ في المضارع البسيط في المعلوم، يعني بناخد المصدر او المصدر مضافا له اس، اوعى تنساها الله يكرمك. نمبر 6، بيفور ليفينج فور سكول، يعني قبل المغادره الى المدرسه، اي سبيس ماي بوكيت ماني، يعني انا ايه مصروف الجيب، كلمه بوكيت ماني يعني المصروف بتاعي. بص يا جماعه، قبل الذهاب الى المدرسه انا بعطي المصروف ولا بعطى؟ لا اعطى. يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ يبقى هنقول اي ام جيفن اهو، وهاتوا حياتك، يعني اعطى الايه؟ المصروف بتاعي وانا ذاهب الى المدرسه. Number 7, the animals on the farm، يعني الحيوانات اللي في المزرعة. And looked after، ويعتنى بها، by experienced workers، يعني عمال ذو خبرة. يبقى عايز نقول ايه؟ عايز نقول ان الحيوانات اللي في المزرعة تطعم ولا تطعم؟ لا يا مستر تطعم، لانها حيوانات. يبقى اذا هنقول are fed، مضارع بسيط في المجهول، بيتكون من مفعول اما واذا are past participle. وهنا في ملاحظة يا جماعة، واحد يقول لي يا مستر ما هنا كلمة and looked، خلي بال معاك كده اهو، واحنا عارفين ان اند ديت كحرف عطف ما ياتي قبلها يكون مثل ما ياتي بعدها، واللي بعدها هنا تصريف ثالث. اشمعنى هنا يا مستر انت خدت لي فيرب تو بي والتصريف الثالث؟ مش المفروض لما يبقى اللي بعدها قبل اللي قبلها زي اللي بعدها كنا ناخده فيدو بس؟ لا يا حبيب، كلمه اند ديت لها وظيفه. ايه وظيفه اند يا جماعه؟ بتمنع التكرار، بتمنع التكرار. تكرار ايه؟ تكرار الفعل المساعد او الناقص. يعني هي اصلا are fed and are looked after، بس and مش هتخلي are تتكرر مرتين، هي بتمنع تكرار الفعل المساعد او الناقص وبتمنع تكرار الفاعل. يا رب تكون وصلت، ولو مش واصله قوي كرر بس الفيديو في الشويه دول وان شاء الله ربنا هيفتح عليك. Any of you educated in an international school، يعني هل اي منكم تلقى تعليمه في مدرسه دوليه؟ هنا بقى ايه؟ تلقى تعليمه، مش هو اللي يعني بالله عليك هو اللي علم ولا تعلم؟ لا، هو اللي تلقى التعليم. يبقى اذا مبنيه للمجهول يبقى هناخد از، لان طبعا شرط المجهول هو وجود فيرب تو بي والباست بارتيسيبل اللي هتصرف تاريخ للايه؟ للفعل. نمبر 9، as soon as my mother prepares our meals، يعني بمجرد ما امي بتعد لنا الوجبات، we best to have it together، يعني بنستدعى لكي نتناوله سويا. بص يا جماعه، الركنين الاساسيين في المجهول هو وجود فيرب تو بي والباست بارتيسيبل، وبالتالي اختار دي. نمبر 10، ذيس تايب اوف بلانت، يعني هذا النوع من النباتات، فيري تول ذاتس افكت، يعني هذا النوع من النباتات ينمو طويل جدا، وهذه حقيقه. يبقى ينمو او يكبر، يعني يا شباب الله يفتح عليك، جروز مبنيه للمعلوم، ترجم كويس عشان تعرف، عشان ما تتخمش الله يكرمك. يلا يا حبيب. 11، at the moment the students، يعني في هذه اللحظة، ده at the moment دي دل على المضارع المستمر، دل على am او is او are والفعل مضاف له ing، او am او is او are being وتصرف ذات الفعل اذا كانت مبنية للمجهول. physics يعني الفيزياء in the lab، هم الطلاب يا جماعة يدرسون فيزياء في المعمل ولا يدرس له؟ لا يدرس له. يبقى اذا مبنيه للمجهول، يبقى هناخد are being told. 12، plants in fertile soil give good yield، معناها ايه يا جماعه دي؟ بيقول يا جماعه ان النباتات التي تنمو في الارض الخصبه، النباتات التي تزرع في الأرض الخصبة بتعطي محصولا جيدا. تاني، النباتات تزرع ولا تزرع؟ لا يا مستر ده بتزرع. يبقى أنا هنقول النباتات التي تزرع
في التربة الخصبة بتعطي محصولا جيدا. يبقى هنا هنعمل ايه يا مستر بقى؟ طيب المفروض الإجابة اللي صح يا مستر تحتوي على كلمة الذي. يعني ايه الذي يا جماعة؟ الذي يا حبايبي يعني ويتش. يعني مستر انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لحضراتكم ان المفروض الاجابه كده تبقى ويتش ار اهو جرون. تمام كده؟ ويتش ار جرون. هل في الاجابات هنا ويتش ار جرون؟ لا يا مستر، ده هنا في ار جرون وفي جرون بس. طب نعمل ايه؟ طب دي مش نافعه لان دي معلوم، ودي مش نافعه ودي مش معلوم لان دي معلوم برضه. طب ما هنعمل ايه؟ قال لك والله في الحاله ديت يا جماعه بنحذف ضمير الوصل ونحذف فيرب تو بي ونكتفي بالتصريف الثالث للفعل. طبعا انا جايبها عامه في الملاحظات لان طبعا يعني الدرس هيبقى تو فيديوز ان شاء الله باذن الله عز وجل. في الفيديو الاولاني هنخلص فيه الحاجات الاساسيه، الشواذ بقى والحاجات اللي فيها افكار هنجيبها لك في الفيديو الثاني، فمن ضمن دي هتيجي في الفيديو الثاني، لكن دلوقتي اعرفها كده. بنقول لك اذا كانت الجمله مبنيه للمجهول وحذف ضمير الوصل، وحذف ضمير الوصل نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالتصريف الثالث للفعل. 13 ار ذا بيشنت، يعني هل المرضى ان ذيس هوسبيتال ريجولارلي، يعني يفحصون بانتظام. ريجولارلي يعني ايه؟ بانتظام. بص حضرتك مش ار اهي وبعدين ادي المفعول ب، يبقى فاضل لي ايه؟ الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. واحد يقول لي يا مستر هو انا هنا ما ينفعش نستخدم بي اكزامند؟ نقول له يا محترم انا بنجيب بي والتصريف الثالث بعد الافعال الناقصه وتو بمعنى ان او لكي. يلا حبيبي 14 بيبيز از بيس اون ميلك، يعني البيبيز ها يطعمون يعني معنى كده ان هم مش يطعمون نفسهم، اون ميلك على اللبن. يبقى ده مضارع بسيط في المجهول بيتكون من مفعول وبعدين ام او از او ار والباست بارتيسيبل وبالتالي هناخد رقم سي. نمبر 15 وات تايم سبيس يور لانش، يعني في اي وقت تتناول غداك، تتناول يعني معنى كده انها مبنيه للمعلوم. وقلنا لما نيجي بنسال في المضارع البسيط بنعمل ايه؟ بنجيب دو فاعل جمع زائد المصدر، يبقى دو فاعل جمع زائد المصدر. يلا يا جماعه اللي بعديها 16 وات تايم، في اي وقت داز يور لانش هاف، يعني ايه؟ يعني في اي وقت يتناول غداك. شوف يتناول غداك ولا داز يور لانش ايت؟ لا برضه ديت معلوم ودي كده معلوم. طب از يور لانش هاد ولا از يور لانش ايتن؟ ده هناخد برضه من ضمن الملاحظات اللي هنقولها لكم ان شاء الله في البارت 2 ان اصلا فيرب تو هاف ده اصلا ما بيجيش في المجهول. عرفها دلوقتي اهو ان فيرب تو هاف ده اهو يا مستر اصلا ما بيجيش في المجهول. امال بنعمل ايه؟ قال لي بنترجمه وبنحط على حسب معناه فعل. فهو هنا معناه يتناول. يتناول يعني ايه؟ يعني ايت، والتصريف الثالث يبقى ايه؟ يبقى ايتن. يبقى هنقول از يور لانش ايتن. الله يرضى عليك. Seventeen. My mother is baking some sandwiches. يعني أمي بعض السندوتشات for me every morning. يعني أمي تعد ها لبعض السندوتشات كل صباح. يبقى هنا معناها إنها مبنية للمعلوم. يعني مضارع بسيط في المعلوم عشان كلمة every. فهناخد إيه يا جماعة؟ My mother ده فعل مفرد، يبقى بنضيف للفعل إس مع هي وشي وإت والاسم الإيه والاسم المفرد. 18 I spend some sandwiches by my mother every morning. بص بقى يا جماعة، يعد لي بعض السندوتشات عن طريق أمي في كل صباح. مش أن يعني بص يعد لي دي معلوم لكن دي المجهول بتاعها. يبقى مضارع بسيط في المجهول زي ما قلت لك مفعول am أو is أو are والباست بارتيسيبل. يبقى هناخد A is a maid. am maid. يلا يا حبيبي 19 سام ساندويتشز، يعني بعض السندوتشات فور مي افري مورنينج، يعني بعض السندوتشات تعد لي كل صباح. بص كده يا ساندويتشز ديت فعل مفرد ولا هو فعل جمع؟ لا يا مستر ده فعل جمع. يبقى هناخد ايه؟ ار ميد، وهي هنا مفعول به مبنيه للمجهول. مبنيه للايه يا شباب؟ للمجهول. السندوتشات تعد، هي اللي بتعد. تمام 20 ذا فود هاز بين بريبيرد، يعني الطعام عد and is now. والميز now ايه يا جماعه؟ ده كلمه now دي ده اللي على المضارع المستمر، يعني الان يخدم صح او يقدم يعني. تمام المضارع المستمر في المجهول بيتكون من ايه؟ من am او is او are وبعدين being وبعدين الباست بارتيسيبل. يبقى نعلم على ده 21 the book is based and then returned to the library، يعني الكتاب يقرا ولا يقرا؟ لا طبعا يقرا.
ويعني هنا هنعمله فين يا مستر؟ هنا هنعمله في المجهول، وبعدين في المجهول المضارع البسيط هيبقى ايه؟ هيبقى از او ار، وتصرف ذات الفعل هي اصلا دي الوحيده اللي في المجهول. تو وين تو اي سبيس ا تشيز ساندويتش فور بريكفاست ذيس مورنينج. بنقول يا جماعه ايه؟ انا اكلت ساندويتش جبنه في الفطار هذا الصباح. اكلت يعني معنى كده ان ايه؟ معنى كده ان مبنيه للمعلوم. يبقى فين المبنيه للمعلوم في دول؟ دي مجهول واز ايتن، ودي مجهول عشان بين وتصرف ذات الفعل، وديت هنقول هاز ايتن ده الفعل اي، فما تاخدش هاز نقول اي ايت. يلا يا جماعه اللي بعديها ركز، الله يكرمك. 23 a cheese sandwich يعني ساندوتش جبنه for breakfast this morning يعني اكل للفطار او في الفطار هذا الصباح. يبقى معنى كده دي مبنيه للايه؟ للمجهول، صح؟ يبقى دي مش نافعه لان يعني دي معلوم ودي مش نافعه. طيب هو ال a cheese sandwich يعني الساندوتش الجبنه ده مفعول مفرد ولا مفعول جمع؟ يا مستر ده مفعول مفرد، يبقى ما ينفعش ياخد هاف، يبقى ما عادش فاضل الا was eating. 24 at 7 yesterday. ده انا لما لقيت يا جماعه at زائد مده في الماضي او yesterday ومعاه مده في الماضي، قلت على طول هناخد ماضي مستمر. يعني ايه؟ يعني هناخد was او were والفعل مضاف له ان جي لو كان معلوم، ومفعول was او were بي متصرف ذات الفعل لو كان مجهول. فهنقول سما ذا شوبينج، يبقى ايه؟ سما كانت بتتسوق، صح؟ يبقى سما ايه؟ was doing the shopping، يعني سما كانت بتقوم بعمليه التسوق. اللي بعديها يا جماعه at 7 yesterday، عايز انها المجهول the shopping by سما، ها التسوق كان ايه؟ was being done. الله يفتح عليك، لان الماضي المستمر في المجهول هيبقى ايه؟ مفعول وبعدين ايه؟ وبعدين being وبعدين صفه ذات الفعل، يبقى هناخد ايه؟ was being done. 26 space your teeth checked yesterday، يعني هل اسنانك فحصت بالامس؟ خلي بالك كلمة يستر ده يعني ايه؟ يعني ماضي بسيط. هتقول لي يا مستر ما انت فين قلت لها ماضي مستمر؟ يا باشا هنا يستر ده معاها مدة، فيستر ده لما يحدد لك نقطة، لما يحدد لك نقطة في الماضي مع يستر ده تعرف ان ده ماضي مستمر، لكن لما يقول لك يستر ده وبس تبقى ماضي بسيط. الماضي البسيط في المجهول مفعول، ها؟ بنحط قصدي واز وبعدين مفعول مفرد، وبير وبعدين مفعول جمع، وتصرف ثلاث الفعل، فيور تيس مفعول جمع، وبالتالي هناخد وير. طب يلا يا باشا كده شوف معايا. بقول يا جماعه يور تيس يسترداي يعني ايه؟ يعني عايز نقول هل طبيب الاسنان فحص اسنانك بالامس؟ طب يعني كده مبنيه للايه؟ يا مستر كده تبقى مبنيه للمعلوم. فهنا يا جماعه عندنا وير والباست بارتيسيبل، يبقى دي مش مظبوطه لان دي كده مجهول. عندنا واز وتصرف ذات الفعل مش مظبوطه لان دي مجهول. عندنا ار وتصرف ذات الفعل يبقى دي مش مجهوله. مجهول برضه يا مستر يبقى مش مظبوط، يبقى هنقول ديد ذا دنتست تشيك، يعني هل طبيب الاسنان فحصها. تعالوا مع بعضنا يا جماعه 28 وين اي فوند ذا بيبي واز فيدنج، يعني البيبي كان بيطعم ازاي يعني؟ واز ذا بيبي بينج فيد، دي ليا. از ذا بيبي فيدنج يعني هل البيبي بيطعم؟ هل ذا بيبي فيد هل البيبي اطعم؟ يعني معنى كده يا جماعه، معنى كده ان ده هي كده معلوم ودي برضه معلوم ودي معلوم. بص كده يا حبيبي بيقول ايه؟ هل البيبي كان يطعم عندما اتصلت بك؟ يبقى هنا ماضي مستمر في المجهول، وتحيتك ماضي مستمر في المجهول. ليه يا مستر؟ اصل الاتصال بتاعي قطع اطعام البيبي، والماضي المستمر في المجهول بيتكون من مفعول was او were being وتصرف ثلاثة الايه؟ للفعل. طب اللي بعديها the baby when I found you were feeding. لا ليه؟ لان ده سؤال ودي كده جمله خبريه. طيب where you feeding دي ليا، where you being fed هل انت كنت تطعم؟ ازاي يعني؟ have you fed يعني هل انت اطعمت؟ لا طبعا، هنقول where you feeding يعني هل انت كنت بتطعم، ها؟ the baby when I phone يعني عندما انا ايه اتصلت بك. نمبر 30 some young men يعني بعض الشباب for the new job at the moment، يعني يا جماعه ايه؟ بعض الشباب للوظيفة الجديدة هذه اللحظة. والله ده أنا لما لقيت كلمة at the moment قلت خلاص ده مضارع مستمر. طب يا جماعة هم الشباب دول هيحاورون ولا يحاورون؟ يعني هم لا هيحاوروا ولا يحاورون؟ لا طبعا يحاورون. يبقى إذا مبنية للمجهول، فالمضارع المستمر في المجهول بيتكون من مفعول وبعدين إيه؟ أما وإذا وآر بينج والباست بارتيسيبل، يبقى دي 31. بقول يا
شباب. The children space how to answer some questions when the light went out. يعني الأطفال كانوا يعلمون كيف يجيبون على بعض الأسئلة عندما انطفأ النور. حبيبي عندما انطفأ النور قطع الإجابة ولا لا؟ أو قطع التعليم ولا لا؟ قطع. يبقى القاطع بيبقى ماضي بسيط والمقطوع ماضي مستمر. والماضي المستمر ده في المجهول بيتكون من ايه؟ من مفعول was aware والبيينج والصرف الثالث الفعل، لان الاطفال كانوا يعلمون. يبقى هنا نقول were being taught. 32 I space a shower when you phoned that's why I didn't answer your call. يعني بيقول انا كنت باخد دش، انا كنت باخد دش عندما حضرتك اتصلت. وانا علمتكم ان كان زائد مضارع بتترجم على was aware والفيرب مضاف الى ing. يبقى هنقول I was taking، يعني هناخد ماضي مستمر. يلا يا حبيب شد الحيلك معايا الله يكرمك. 33 while watching the film، يعني بينما كنا نشاهد الفيلم with space a lot. انا هنقول ايه؟ بينما كنا نشاهد الفيلم ضحكنا كثيرا. ضحكنا يبقى الفعل نحن يبقى مبنيه للمعلوم. يبقى مبنيه للمعلوم يا جماعه خلي بالك، يبقى هناخد ايه؟ هناخد loved يعني ضحكنا، لان ماضي بسيط فعل بدا وانتهى في زمن الماضي. تعالى كده بقى بعد ما روقت عليك ترويجه مظبوطه على الازمنه اللي احنا قلناها، تعالى نخش بقى على مجموعه ثانيه من الازمنه. بص يا سيدي الفاضل، المضارع التام المستمر هو نفس استخدامات المضارع التام إلا أنه بيؤكد على طول مدة الحدث واستمراره. يعني يا مستر؟ يعني أنه فعل بدأ في الماضي واستمر حتى الوقت الحاضر، بس هو بيؤكد على طول الاستمرار. طب في المعلوم بيتكون من إيه؟ من فاعل have أو has been والفعل المضاف له ing. طب في المجهول have أو has been وتصرف الثالث الفعل زي المضارع التام بالظبط. طب الكلمات الدالة عليه since to for all how long. تعالوا بس معايا كده اهو. بص ادي المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر ده هو نفس استخدامات المضارع التام الا انه يؤكد على طول مده الحدث واستمراره. طب ما احنا ما عرفناش ايه هو اصلا المضارع التام. بص المضارع التام بيعبر عن فعل بدا في الماضي اهو واستمر حتى الوقت الحاضر، او فعل وقع في الماضي ولم يذكر وقت حدوثه. انا عايز هنا بس شويه لغولين دوت، انه فعل وبدا في الماضي واستمر حتى الوقت الحاضر، لازم تبقى عارف حضرتك ان المضارع التام المستمر بيؤكد على طول مده الحدث وايه طول مده الحدث واستمراره. قلت لك في المعلوم من هاف او هاز بين والفعل مضاف له ان جي. علي هاز بين رايتنج ا ليتر، تمام؟ في المجهول بتحط هاف او هاز بين وتصرف ثلاث الفعل. A letter has been written. اشهر كلمات داله عليه ها منذ since لمده for طوال all ما طول المده how long. المضارع التام يا جماعه، المضارع التام اللي هو فعل بيتكون من فاعل هاف او هاز وتصرف ثلاث الفعل، وفي المجهول من مفعول هاف او هاز بين وتصرف ثلاث الفعل. وأشهر الكلمات الدالة عليه اللي هي just و already و yet و ever و never و since و for و lately و recently و so far و up till now. تعالى كده مع بعضينا اهو. بص المضارع التام اهو يا حبيب اللي هو يعبر عن فعل بدأ في الماضي واستمر حتى الوقت الحاضر، تمام؟ أو فعل وقع في الماضي ولم يذكر وقت حدوثه. في المعلوم بيتكون من فاعل مفرد has وتصرف ثالث الفعل، أو فاعل جمع وهاف وبرضه التصريف الثالث للإيه؟ والتصريف الثالث للفاعل. فنوت مثلا حبيبي نقول إيه؟ علي هاز ريتن أ ليتر، يعني علي قد كتب خطابا. طب في المجهول هو زي المضارع التام مستمر، مفعول هاف أو هاز بين وتصريف الثالث للإيه؟ للفعل. أ ليتر هاز بين ريتن. طب الكلمات الدالة عليه؟ حالا جاست، بالفعل أوريدي، حتى الآن يت، من قبل إيفر، ابدا نيفر، منذ سينس، لمده فور، مؤخرا ليتلي، حديثا ريسنتلي، حتى الان سو فار او اب تيل ناو. طيب يا جماعه تعالوا نشوف الزمن اللي بعد كده. الزمن اللي بعد كده يا جماعه هو الماضي التام. والماضي التام ده هو يا جماعه بيعبر عن فعل زمن وماضي تام اقدم حدوثا من فعل زمن وماضي بسيط. يعني احنا بيبقى عندنا كم فعل في الماضي؟ اثنين، بس الماضي التام بيبقى اقدم حدوثا من الماضي البسيط. بيتكون في المعلوم من فاعل هاد وتصرف ثالث الفعل،
وفي المجهول من مفعول هاد بين وتصرف ثلاث الفعل، والكلمات الدالة عليه بعد أفطر بمجرد أن أسن آس حتى يعني تل أو أنطل قبل بفور عندما وين. تعالوا كده نشوف مع بعضنا اهو. بص كده الماضي التام زي ما قلت لحضرتك فعل زمن وماضي تام أقدم حدوثا من فعل زمن وماضي بسيط. في المعلوم بتكون من فاعل هاد والباست بارتيسيبل، فيقول علي هاد ريتن ا ليتر. طب في المجهول مفعول هاد بين والباست بارتيسيبل، فنقول ا ليتر هاد بين ريتن. طب والكلمات الداله عليه بعد افطر بمجرد ان السون از حتى تل او انتل عندما وين قبل بفور بحلول الوقت باي ذا تايم او باي زائد مده في الماضي. طيب يا جماعه المستقبل التام، المستقبل التام يا اولاد هو عباره عن فعل سيتم الانتهاء منه بحلول وقت معين في المستقبل، وبتكون من ويل هاف والتصريف الثالث الفعل، وفي المجهول من مفعول ويل هاف بين والتصريف الثالث الفعل. طب نعرفه ازاي يا مستر؟ نعرفه بحرف الجر باي او ان مع اللي هم معناهم بحلول. وعايز ننبه حضرتك ان كلمة باي، ان حرف الجر باي لو جه بعده مدة في الماضي يبقى دل على الماضي التام، ولو جه بعده مدة في المستقبل يبقى دل على المستقبل التام. بص يا سيد الفاضل اهو المستقبل التام، ايه يا عم المستقبل التام ده؟ قال فعل سيتم في وقت معين في المستقبل. في المعلوم بتكون من فاعل ويل هاف والتصريف تلات الفعل، علي ويل هاف ريتن ا ليتر، وفي المجهول من مفعول ويل هاف بين والباست بارتيسيبل، فنقول ا ليتر ويل هاف بين ريتن. طب والكلمات الداله ان وباي معناهم بحلول بس يجي بعديهم مده في المستقبل، تقول ان الفعل ده هيحصل في حلول وقت معين في المستقبل. بديك بس شويه ملاحظات كده، بنقول لك يا جماعه ان المضارع التام المستمر ما بيستخدمش في المجهول وبنستخدم من بدل منه المضارع التام. كذلك الماضي التام المستمر بنستخدم بدلا منه الماضي التام. المستقبل المستمر بنستخدم بدل منه المستقبل البسيط. خلي بالك من الحاجات اللي زي دي. تعالى مثلا نديك امثله بقى عشان خاطر الامثله هي اللي بتظبط الدنيا كويس. According to يعني وفقا لي، my uncle's promise يعني وعد عمي، I space a new tablet as my birthday present يعني سوف ايه؟ سوف اشتري تابلت جديد كهديه لعيد ميلادي ولا سوف يشترى لي؟ لا طبعا اكيد يشترى لي. يبقى هنا يا جماعه هناخد ايه؟ هناخد مجهول اللي هو will be والتصريف الثالث للفعل. نمبر 2 most of the books of this writer is best seller يعني معظم الكتب هذا الكاتب ما لا يا عم الاكثر مبيعا. الاكثر ايه يا جماعه؟ مبيعا. شوف كلمه most books اهو ده فعل وقع ايه؟ فعل وقع في الماضي ولم يذكر وقت حدوثه، وقلت لك لما الفعل يقع في الماضي وما يذكرلكش وقت الحدوث هنستخدم مضارع تام لو بتكون من هاف او هاز والتصريف الثالث للفعل، يبقى هنقول هاف بي. وخلي بالك الجمله ديت معلوم مش مجهول. يلا يا جماعه. نمبر 3 ذا بلانتس ان اور جاردن يعني النباتات اللي في حديقتنا مالها؟ هاف ووترد يعني بتروي ولا تروى؟ لا طبعا اكيد تروى. طب النباتة ده مفرد ولا جمع؟ لا ده جمع يا مستر، يبقى هناخد هاف بين ووترد اهي. طيب يا جماعه نمبر 4 ذا جاردنرز يعني الجنينيه، ذا بلانتس ان اور جاردن يعني الجنينيه بيروا النباتات اللي في حديقتنا، يعني معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ان الفعل ده هو يا مستر مبني للمعلوم، وطبعا استخدمنا مضارع تام لانه لم يذكر وقت حدوث الفعل، وبالتالي هناخد هاف ووترد. نمبر 5 بيفور ليفينج هيز روم يعني قبل مغادره حجرته تمام هيز بيس ايفري سينج اواي يعني رتب كل شيء. هنا في عندنا كم فعل؟ عندنا فعلين مغادره وترتيب، والترتيب اقدم حدوثا من المغادره، ولما يبقى عندنا فعلين الاقدم حدوثا بيبقى الله ينور عليك ماضي تام، وعشان هو معلوم يبقى ناخد هاد والباست بارتيسيبل. ترجم كويس وركز الله يرضى عليك. يلا يا جماعه نمبر 6 هي didn't leave the room until everything يعني لم يغادر الحجره حتى كل شيء ها رتب، يبقى هنا هناخد ماضي تام بس فين؟ في المجهول بتكون مفعول هاد بين وتصرف ثلاث الفعل، بالتالي نعلم الرقم دي. نمبر 7 بيقول يا جماعه the final exam yet يعني بنقول ايه؟
بنقول هل هي خلصت الامتحان النهائي ولا لسه لحد الان يعني. She has passed دي ما تنفعش لان مصر دي مع دي جمله خبريه دي سؤال. Has she been passed يعني ايه دي؟ يعني هي اللي هي اجتيجت؟ لا طبعا لا ما تجيش خالص يعني. She has been passed برضه دي ما تنفعش يا مستر عشان خاطر ديت اصلا خبريه ديت سؤال. يبقى has she passed اه يعني هل هي اجتازت الامتحان النهائي اهو يبقى ده. ودي معلومه يا جماعه مش مجهول. بص بقى باينها لك اهو. Has the final exam يعني هل الامتحان النهائي by Harriet اه هنا بقى ايه؟ هل الامتحان النهائي اجتاز؟ لا اجتيزا. يبقى ناخد been passed اللي رقم C. نمبر 9 هاد ذا اويل ان يور كار يعني هل الزيت اللي في العربيه بتاعتك بيفور يو سيت اوف يعني قبل ما تبدا فور الكساندريا يعني هل الزيت اللي في العربيه بتاعتك فحص ولا فحص؟ لا طبعا فحص. خلي بالك عليك احنا هنا عندنا فعلين سيت اوف ده فعل والفعل اللي هنختاره هنا مين اللي حصل الاول؟ فحص الزيت حصل قبل الذهاب الى الاسكندريه يبقى اذا عندنا ماضي تام اقدم حدوثا من الماضي البسيط وبدانا بالمفعول يا جماعه يبقى المفعول اللي هو يور كار وهنجيب بعديه هاد بين وتصير في ثالث الفعل يبقى هنقول هاد اهو هاد بين تشيك يبقى هاد لان طبعا عاملها سؤال يبقى هاد ذا اويل ان يور كار بين تشيك. نمبر 10 Is best oil in your car before you set off for Alexandria? طب انتوا قاعدينها ليه يعني؟ ما هي هي هاد اهو هاد لا سوري انا اسف. نمبر 10 The oil in your car before you set off for Alexandria يعني هل انت فحصت الزيت اللي في العربيه قبل ما تبدا الرحله الاسكندريه؟ هل فحصته؟ يعني معنى كده مهمه للايه؟ للمعلوم والماضي التام في المعلوم بتحط في السؤال ايه؟ هاد والفاعل وتصرف ثلاث الفاعل وبالتالي هناخد رقم بي هاد يو تشيكت. إليفن ذا بويز ونت تو بيد افتر زير هوم ورك يعني الاولاد ذهبوا الى الفراش بعد ما الواجب بتاعهم ايه؟ عمل ولا عمل؟ لا عمل لان الواجب مش هيعمل نفسه وخلي بال عليك ان احنا هنا عندنا فعلين وينت بس اللي اقدم منه عملان الواجب فهيبقى عملان الواجب ده ماضي تام في المجهول اللي هو هاد بين صرف الثالث للفعل. 12 ذا بويز ونت تو بيد يعني الاولاد ذهبوا الى الفراش افتر زي سبيس هوم ورك يعني بعد ما عملوا الواجب يبقى هنا هنقول هاد دون لان يا جماعه اذهاب الى او اعمال الواجب اقدم حدوثا من الذهاب الى الايه؟ الى الفراش. 13 as soon as the email we received a reply يعني بمجرد ما الايميل ارسل تلقينا ردا مش هو ارسل يا جماعه ارسل خلي بالك احنا هنا عندنا فعلين في الماضي رسلان الايميل اقدم حدوثا من تلقي الرد يبقى هنا يا جماعه هناخد ماضي تام في المجهول had been وتصرف الثالث الـ A للفعل. 14 as soon as we space the email يعني بمجرد من احنا ارسلنا الايميل we received the reply شوف هنا يعني بوريك ازاي هنا ان الايميل مفعول به اما we هنا فاعل فهنا هناخد ماضي تام في المعلوم يبقى هناخد had وتصرف الثالث للفعل. 15 The patient is placed to hospital in an ambulance. يعني هو المريض يا جماعة أخذ إلى المستشفى ولا أخذ؟ لا طبعا يا مستر أخذ. فالماضي البسيط في المجهول هيبقى إيه؟ مفعول. Was aware صفة الفعل هو أصلا مش مديني صيغة واحدة هنا مجهول. دي معلوم وده معلوم وده معلوم يبقى ده إيه؟ Was taken. 16 Some food is placed and eaten for lunch. يعني بعض الطعام طهي طهي وأكل للغداء. طيب يبقى هنا معنى انه كده انه طغيا يعني ايه؟ يعني يا مستر مجهول، كوكد معلوم، واز كوكينج مجهول، ما انا قلت لسيادتك يا ريس، ما انا قلت لك عشان يبقى مجهول لكن لازم من الاساس شرطين، فيرب تو بي وتصرف تحت الفعل، طب دي تنفع؟ لا لان الفود مفرد وبالتالي ما ينفعش ناخد هاف وناخد واز كوكد. 17 The floor is based before returning the chairs to their places. يعني الأرضية مالها يا مستر؟ كنست قبل عودة إيه؟ الكراسي إلى مكانها. يبقى الأرضية كنست صح؟ يبقى الكنيس كان أقدم حدوثا من عودة الكراسي إلى مكانها وبالتالي الأقدم حدوثا بيبقى زمنه إيه؟ الله يفتح عليك ماضي تام. طب والماضي التام ده محترم في المجهول؟
had been. What's the effect of the verb? Had been sweat. يلا يا جماعة. What is best to your hand? Has it been broken? يعني ماذا حدث لإيديك؟ هل هي كسرت؟ ماذا حدث؟ مش حدث. يبقى دي مش هتنفع لان دي مجهول، ودي مش هتنفع لان دي مجهول، ودي مش هتنفع لان ده مجهول. يبقى what has happened يعني ماذا حدث لديك، خاصة ان السؤال وقع في الماضي ولم يذكر وقت حدوثه. يلا يا حبيبي بقى بالله عليك، انا عايز مزاجك يبقى عالي ورايق قوي قوي قوي، لاننا في الجزئيه دي هنتكلمك على ايه؟ هنتكلمك عن الافعال الناقصه، ومعروف ان الافعال الناقصه في المعلوم بيجي بعدها الفعل في المصدر، وفي المجهول بيجي بعديها بي والباست بارتيسيبل. كذلك كلمه تو بمعنى ان او لكي، في المعلوم يا مستر بيجي بعدها الفعل في المصدر، في المجهول يا محترم بيجي بعدها بي والتصرف ثلاث الفعل. يبقى اذا ان ما بنستخدمش في المجهول بي والباست بارتيسيبل الا في حالتين، بعد الافعال الناقصه وبعد كلمه تو بمعنى ان او ايه او لكي. بص كده اه، الافعال الناقصه، الافعال الناقصه في المعلوم يليها المصدر، في المجهول يا جماعه يليها بي وتصرف ثلاث الايه للفعل. بص كده مثال معايا، علي ويل رايت ا ليتر، ادي ويل رايت ده مصدر. طب في المجهول ا ليتر ويل بي ريتن باي علي. خلي بالك ربنا يفتح عليك. مين هم الافعال الناقصه يا جماعه؟ سوف اهو، سوف ويل وود، وسوف شال شد، ويستطيع كان كود، وربما ماي مايت، ويجب يعني ايه؟ يجب ان يعني ماست، يجب ان يعني ايه؟ يعني ماست. بص كده بقى زي ما قلت لحضرتك، بص اهو الافعال الناقصه يا جماعه، فاعل لو بدات بفاعل، بص معلي الافعال الناقصه اهي، لو بدات بفاعل بتجيب الفعل الناقص وبعدين المصدر. طب يا جماعه لو مجهول بتجيب المفعول اهو، وبعدين الفعل الناقص، وبعدين بي والباست ايه؟ والباست بارتيسيبل. طب يا جماعه لو الفعل الناقص ده كان الكلام في الماضي، في الماضي بنتكلم عن الماضي، الفعل الناقص ساعتها بنجيب بعديها هاف وتصرف ثلاث الفعل. طب وفي المجهول بنجيب معاه بين والباست بارتيسيبل. طيب يعني خليك ديت بس حطها على جنب كده، وتعالى واحنا في الامثله دي هنوضح لك اكتر. لكن برضه بالمره كده يا جماعه، كلمه تو، قلت لك كلمه تو اهي بمعنى ان او لكي، يليها في المعلوم المصدر، وفي المجهول بي والباست بارتيسيبل، زيها بالظبط زي الافعال الناقصه. ركز بالله عليك، وتعالى ندي لك بعض التعبيرات اللي فيها تو، بعض منها. يود ان، احفظهم لي بالله عليك كانك بتحفظ كلمات. يود ان وود لايك تو، يود ان وود لايك تو، يود ان وود لاف تو، وود لاف تو، يفضل ان وود بريفير تو، وود بريفير تو، على وشك بي اباوت تو، على وشك بي اباوت تو، يبدو ان سيم تو، يبدو ان ابير تو، من المفترض ان بي سبوزد تو، بي سبوزد تو، من الضروري ان هاف تو، من الضروري ان هاز تو، من الضروري ان نيد تو، يجب ان يعني بي تو. ولازم تبقى عارف ان المقصود ببي هنا ايه يا جماعه؟ الله ينور عليك، ان نحط مين؟ ام، الله يفتح عليك، او از، او مين، او ار، وممكن في الماضي نحط واز، او نحط مين يا حبايبي؟ او نحط وير، الله يرضى عليك. يبقى بي تو دي معناها ايه؟ معناها يجب ان، يعني مثلا لما تقول اي ام تو ستادي هارد، يعني انا يجب ان اذاكر جيدا. احمد از تو دو هيز بيست، يعني احمد من يجب ان يبذل قصارى جهده. خلي بالك من الكلام ده كويس، الله يستر معانا ومعاك. بص يا حبيبي كده، علي هاز تو رايت ا ليتر، علي هاز تو رايت ا ليتر اهو، بص هاز تو رايت. طب في المجهول A letter has to be written، يبقى كلمة to بمعنى أن أو لكي، يليها في المعلوم المصدر، في المجهول يليها بي وتصرف ثالث للفعل، زيها زي الأفعال الناقصة. وبيقول لي يا جماعة خلي بالك من التعبيرات دي، وأنا بقول لك خلي بالك منها أوي أوي أوي. بص، ليس من الضروري أن needn't، مالها يا مستر دي؟ في المعلوم بيجي بعدها المصدر، وفي المجهول بيجي بعدها بي وتصرف ثالث للفعل. من الأفضل had better بيجي بعدها المصدر، خلي بالك في المجهول بي وتصرف ثلاث الفعل. من الافضل وود راذر بيجي بعدها في المعلوم المصدر، وفي المجهول بي وتصرف ثلاث الفعل. واوعى ثم اوعى ثم اوعى جيب بعدهم تو، انا بقول لك اهو اوعى واحده من دول تحط لي بعدها تو. بص خليك معايا كده، بقول ايه؟ علي نيدنت رايت ا ليتر، يعني علي مش من الضروري يكتب خطاب. ا ليتر نيدنت، نيدنت الله يسامحك بالاحزان،
علي نيدنت، انا بس كوما بس اهو، شوفوا النادي خلاص الله يكرمكم اهو، حط بس كوما اهو، نيدنت بي ريتن، الليتر نيدنت بي ريتن. طب تعال بقى نروق عليك في الاسئله عشان خاطر الاسئله هي اللي بت ايه اللي هتثبت الكلام ده كويس. بص يا جماعه بيقول ايه؟ بيقول ذا تشايلد سبيس افتر هيز فاذر ديورينج هيز ماذرز ابسنس. يعني ايه؟ يعني الطفل هيعتني ولا يعتنى به؟ طبعا هيعتنى به عن طريق والده اثناء غياب امه، زي ما قلت لك هنا بيستخدم لي كلمه جوينج تو، يبقى جوينج تو دي في المجهول، ده كلمه تو هنا معناها ان او لكي، وبالتالي في المجهول هنجيب بعديها الله يفتح عليك بي وتصرف ذات الفعل، وبالتالي هناخد از جوينج تو بي لوكد افتر. ركز اكتر الله يكرمك عشان خاطر انا مش عايز يعني معلش يعني ثغره في الدرس. نمبر 2 وين از رودينا جوينج تو سبيس فور هير جريت ايفورتس. يعني متى رودينا هتكرم ولا تكرم؟ لا هنقول تكرم يا مستر لجهودها العظيمه. يبقى هنا يا جماعه تو معناها ان او لكي، وبالتالي يا مستر في المجهول في المجهول هيجي بعديها بي والباست بارتيسيبل، وبالتالي ناخد ايه يا جماعه؟ بي اونرد اهي. نمبر 3 فولو ذا رولز اور يوز بيس افايل. اتبع القواعد والا ستدفع ستدفع غرامه، يبقى هنقول يو ويل باي افايل اهو، يبقى هنا مبنيه للمعلوم. نمبر 4 ديد يو يوز تو سبيس فور يور ميستيكس وين يو وير يونج. يعني هل اعتدت ان هل اعتدت ان تعاقب ولا تعاقب على اخطائك عندما كنت صغيرا؟ لا اكيد تعاقب طبعا. تو هنا معناها ان او لكي، وبالتالي في المجهول هيجي بعدها بي والباست بارتيسيبل، يبقى هنقول ايه يا حبايبي؟ هنقول اهي بي بانشت. يلا يا ريس ركز اكتر الله يكرمك، انا عايز فعلا يعني يظبط معاك ده صح. نمبر 5 دو يو وانت مي سبيس افتر ذا بلانتس ان ذا بلكوني. هل تريد مني ان اعتني بالنباتات اللي في البلكونه؟ اذا هنا هي معلوم ان اعتني، انا الفعل اهو، يبقى هنا علاقه تو لوك، لان اصلا وانت مش بعدها ايه تو ذات المصدر. نمبر 6 ماست يوز بيس ا كار اون ذا ليفت ان انجلاند. يعني هل انت من الضروري ان تقود سياره على ايدك الشمال فين؟ في انجلترا. يبقى ماست يو هيجي بعدها الفعل فين؟ ربنا يفتح عليك. هنا يا جماعه كلمه ماست بالافعال الناقصه، وفي المعلوم بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. نمبر 7 ماست اكار، هل عربيه اون ذا ليفت يعني على اليسار، خلي بالك ان انجلاند هي العربيه يجب ان تقود ولا يجب ان تقاد؟ لا يجب ان تقاد، يعني معنى كده ان ايه؟ مبنيه للمجهول، وفي المجهول يا جماعه الافعال الناقصه بنجيب بعدها ايه؟ الله يفتح عليك، بنجيب بعدها بي والباست بارتيسيبل اللي هي بي درايفر. طيب يا جماعه اللي بعدين دو يو وونت ذا بلانتس ان ذا بلكوني، يعني هل تريد النباتات اللي في البلكونه ايه؟ أن تعتني ولا أن يعتنى بها؟ لا طبعا أن يعتنى بها، فهنا هنجيب هي يا جماعة هنجيب تو بي وتصرف ثلاثة الفعل، يبقى تو بي لوكد. نمبر 9 وير سبيس قال له تو ذا كلاب، أنت رايح فين؟ فبي قال له رايح للنادي، يبقى وير ديت معلوم، يبقى هنقول وير ار يو جوينج، وير ار يو ها؟ الله يرضى عليك، لان في السؤال بنحط ايه؟ حط اداه الاستفهام وبعدين فيرب تو بي وبعدين الفاعل وبعدين الفعل المضاف له اي ان جي. يلا يا جماعه. نمبر 12 كان ان ايرث كويك، يعني هل الزلزال يتنبا ولا يتنبا به؟ لا يا مستر يتنبا به. طب احنا هنا عندنا فعل ناقص، يبقى هنجيب مين؟ اللي هي كان، هنجيب بي والباست بارتيسيبل اللي هي بي بريدكتد اهي. طيب يا جماعه اللي بعد كده كان ساينتستس، هل العلماء ان ايرث كويك؟ يعني هل العلماء يستطيعون التنبؤ بالزلزال؟ يبقى هنا هنقول ايه يا جماعه؟ يبقى هنا هنقول يا مستر هنجيب معلوم مش مجهول، وبالتالي نحط ايه؟ الله يفتح عليك، هنجيب بريدكت. هافينج ايه يا جماعه؟ يعني هافينج دي معناها ايه؟ الله ينور عليك، معناها بعده. يبقى بعد ما رتبت حجرتي ايه اللي حصل؟ ات لوكد وايدر، يعني بدات ايه؟ واسعه. خلي بال حضرتك، يبقى هنا هنقول ايه يا جماعه؟ هنقول تايدد. طيب ركز معايا. هافينج سبيس ماي روم سبيس وايدر، برضه في خطا بسيط هنا، الكومه ده ما كانش لها لازمه.
الحكومية بره الشغل. بص حضرتك اللي عايزك تركز كويس قوي. الجملتين دول تركز معايا فيهم، بمعنى ركز معايا فيهم. بص يا جماعه، وضع الكوما بيفرق. لما هافنج تلاقي بعدها نقاط وبعدين كوما وبعدين كوما تاني، هافنج نقاط وبعدين كوما، يبقى هنا تعرف ان دي مبنيه للمجهول. تاني هافنج وبعدين نقاط ها وبعدين كوما وبعدين الجمله تانية تبدا، يبقى دي مجهول. لكن يا حبايبي لما تلاقي هافنج بالوضع ده، ان هافنج وبعدين نقاط وبعدين الاسم، اسم هنا في مفعول به وبعدين الكوما، تعرف انها معلوم. طب قاعده هافنج ديت ايه؟ كاتبها لك اهو. بص بنقول لك هافنج دي معناها بعد، في المعلوم يليها الباست بارتيسيبل، وفي المجهول يليها بين والتصريف ثلاث الفعل. وخلي بالك ان انا ممكن نشيل اصلا هافنج ونكتفي بس بتصريف ثلاث الفعل. طيب يبقى هنا هنقول هافنج ايه يا جماعه؟ هافنج بين. طيب بالله عليك الحته دي لو مش فاهمها كويس ركز عليها جامد. وضع الكاما بيفرق، هافنج وبعدين نقاط وبعدين كاما وبعدين الجملة الثانية تبدأ، يبقى دي كده مجهول. هافنج وبعدين نقاط وبعدين المفعول وبعدين تبدأ وبعدين كاما وبعدين تبدأ الجملة الثانية، يبقى هنا ايه؟ معلوم. بالله عليك لو ما استوعبتهاش كويس وقف الفيديو ورجع كده مرة واثنين لما تظبط معاك، لأنها فعلا مهمة. مهمة لأنها جت في امتحانات الثانوية العامة كتير يا جماعة. بص كده ركز معايا بقى عشان خاطر نبدأ نخش في الحتت الايه؟ في الحتت المهمة. حبايبي ربنا يفتح عليكم. خلي بال حضرتك، عايز نوصل بعيدة حاجات. ده البارت الاولاني وده مهم اللي بينبان عليه درس المجهول. البارت 2 في الحاجات اللي هي فيها الشواذ كلها، بس افهم انت مش هتفهم البارت 2 الا اذا ظبطت بارت 1 كويس. وخلي بال ما عليك ان هما بيكملوا بعض. طب وبعدين النصيحه الثانيه انك تروح بقى رايح على كتاب المعاصر وحال الاسئله كلها، وبعدين تروح على فيديو الشرح. انا طبعا مسيب لك في صندوق الوصف الورق بتاع الدرس، وان شاء الله يعني فريق الاعداد ربنا يديه بالصحه هيسيب لكم ايه الرابط بتاع حل الجيم وحل المعاصر. بس انت تحل الاول وبعدين تسمع الفيديو بتاع الشرح، مش تتعلم صح وغلط، لان انا بشرح لك الاجابات مش مجرد ان انا بقولها لكم. وفقكم الله واعانكم وفتح الله لكم مغالق الفهم والحفظ، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحقق لكل طالب اللي بيستمعوا لي او حتى كل اللي ما بيستمعليش كل اللي اتمناه، انه ولي ذلك والقادر عليه.